طيب خلونا نعود للأخبار المحلية. النهاردة الرئيس شهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية في جنوب الوادي عبر الفيديو كونفرنس من داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية. المشروعات تضمنت 6 محاور مرورية عملاقة، محطتين لرفع المياه الزراعية، وافتتاح موسم حصاد القمح في توشكا 4 بمساحة 140 ألف فدان. أنا وقفت الحقيقة أمام مجموعة من النقاط حدثت في هذه الافتتاحات، منها عرض قدمه رئيس شركة خاصة مودرن فارمينجز للاستثمار الزراعي، وقال فيها عن تجربته في زراعة 200 فدان حققت انتاجية 25 أردب من القمح لكل فدان. هنا الرئيس سأله مجموعة من الأسئلة الدقيقة جدا وتأكد انتوا بتعملوا لإنتاجية الفدان 25 أردب، فقال له قال له شكره حياة، وقال له هنا القطاع الخاص قدر ان هو يحقق انتاجية احنا كحكومة ما قدرناش نحققها، انتوا احسن مننا، انتوا اشطر مننا من الحكومة يعني ومن الدولة ومن القطاع العام في انتاجية الزراعة، لانه السائد وده طبقا لكلام الرئيس ما بين 18 و20 اردب في الفدان بنفس كمية المية. ووجه كلامه انه نرجو ان احنا نستفيد من هذه التجربة، وهنا ده دور اعتقد ان دي التجربة دي امام السيد الرئيس كاشفة وواضحة ويعني بتثبت الاساس. اعمل البنية الاساسية، الدولة دورها ايه؟ تهيئ البنية الاساسية للقطاع الخاص، القطاع الخاص مدير افضل، مشغل افضل، منتج افضل، بيشغل ناس اكتر وبيعمل انتاجية اكتر، وبيقدر ان يحقق ده بتكلفة اقل. دور الدولة البنية الاساسية، دور القطاع الخاص ان هو يشغل، ودي تجربة دالة وثابتة وكاشفة، فالحقيقة انها مهمة جدا، وقال انها مهم للمزارعين وللدولة في الصعيد وفي الدلتا ان هم يعرفوا يوصلوا لهذه الارقام. تحدث الرئيس ايضا ضمن يعني الافتتاحات عن قضية الدعم، وقال اتكلم عن دعم العيش ودعم رغيف العيش، وقال انه لا احنا دلوقتي الرغيف ابو 5 ساغ بيكلف جنيه وربع، وده بيكلفنا تقريبا باجمالي 130 مليار جنيه سنويا. نسمع ما قاله الرئيس عن دعم رغيف الخبز. حد عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم، جنيه وربع، جنيه وربع. اصل في ناس ما تحبش تتكلم، يعني في ناس ما تحبش تتكلم، ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام. ابو شيلين ده بيكلف جنيه وربع، بعد ما كانت الدولة بتحط 20-30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120-130 مليار، مش كده يا دكتور معيد؟ الرغيف ده ابو 5 ساغ ده ثمنه جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بدوره 20% منه، الاقي حد ما يقفش جنب مننا ويقول لك لا. طب انا موافق، انا موافق، بس انت النهارده مش عايز تيجي تمس حاجة الغلبان، فعايز تساعد من غير ما تأذيه. لكن طب ما هو ممكن النهاردة الرغيف ده لو ب3 جنيه و4 جنيه و5 جنيه في ناس تقدر تشتريه، بس كل الناس تقدر تشتري؟ مش كل الناس تقدر تشتري كده، فلازم نكون متفاهمين لأن الدولة في النهاية موازنة. الرئيس النهاردة أيضا اتكلم عن الكهرباء، وهي شأن يؤرق الناس جميعا، انقطاعات الكهرباء شأن يؤرق الناس جميعا، واتكلم عن أسباب انقطاعات الكهرباء وهي أسباب مالية، وإحنا اتكلمنا في هذه الأمر قبل كده كتير، قلنا أن سبب انقطاع الكهرباء ليس في الشبكات ولكن في نقص تمويل الوقود اللازم لهذه الشبكات. رئيس النهاردة اتكلم عن هذه الأسباب وفسرها وقال أنه أنا لو عايز الكهرباء ما تقطعش لازم أغليها على الناس، هل الناس هتستحمل؟ نسمع ما قاله الرئيس. الدولة في النهاية موازنة، هي طاقتها المالية كده، فما اعرفش الدكتور مايت ما بيتكلمش، ووزير التموين ما يتكلمش، وكده وزير الكهرباء ما يتكلمش، خير في ايه؟
ما تكلموا تقولوا حاجة، ما تقولوا الحكاية ايه للناس، ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش، ما تقولوا ليه. لو انا خدت تمن الكهرباء الحقيقية هضاعف تمنها مرتين. طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاته عشان الكهرباء دي تستخدم على مدار 24 ساعه. مفيش قطع كهرباء خالص، لازم اخلي تمن الكهرباء لوزير الكهرباء قد تمنها ده مرتين تلاته. بقول تاني، ليه ما بزودش كده؟ تقول المديونيه وزاره الكهرباء لوزاره البترول قد كده، طب ما بتدفعش ليه؟ أصل أنا اللي باخده أقل من التمن، وبالتالي أنا مديون لوزارة البترول. طب وزارة البترول أنت عندك مشكلة في إيه؟ يقول لك ما أنا بديله الحاجة بأقل من تمنها، فأنا عندي مشكلة في إن أنا أجيب البترول والطاقة أديها له بالتمن دوت. وبقيت الشركات اللي شغالة معانا بقت يعني ليها فلوس عندنا، وأنا بقيت مدين. طب ده مدين وده مدين. الكلام ده مش وليد النهارده. ده وليد ممارسات احنا ماشيين بيها بقالنا سنين، وكنا عملنا خطه في 2016 عشان نخلي ثمن الحاجه قد ثمن تكلفتها. لكن لازم تحطه في الاعتبار التحديات اللي بتقابلنا اللي في الازمه بتاعت كورونا والازمه العالميه اللي موجوده والحروب اللي حوالين مننا وتاثيراتها علينا. ولازم الحقيقة حي الرئيس على الشفافية وعلى مصارحة الناس وعلى المكاشفة، وشكرا ان هو طالب كمان الوزراء وان هم يتكلموا الحقيقة، لانه احنا محتاجين ان احنا نسمع مزيد من التفسيرات. الناس محتاجة تفهم مزيد من الامور علشان تقدر انها تفهم هو بيحصل ده ليه، وليه ده حصل دلوقتي، وليه الكهرباء بتقطع، ليه العيش كذا، ليه الاوضاع الاقتصادية فيها مشكلة. زي ما بنتكلم في الحلول لازم ايضا نسمع المشاكل ونسمع كمان وجهات النظر المختلفة، سواء من الحكومة أو من الجهات الأخرى المستقلة. فيعني أعتقد أن الشفافية دي مهمة.